أكتر بيت فقير قابلته في حياتك كان عامل إزاي؟ تشارلي طفل عنده 5 سنين، أسرته 5 أشخاص عايشين في بيت ما أقولكش، كل يوم 3 وجبات معمولة من الخضار الملموم من الأرض، لأنهم فقراء جدا، فبيناموا كلهم على سرير واحد، وقت الشتاء مفيش المقدرة على إنهم يشتروا موقد، فبيتغطوا كلهم ببطانية واحدة، وعلى الرغم من ده، إلا إن تشارلي وأسرته سعداء جدا، أكتر حاجة بيحبها تشارلي هي إنه يسمع جده وهو بيحكي حكايات الشوكولاتة. في واحد في العالم موهوب في صناعة الشوكولاتة اسمه ويلي وينكا، عنده أكبر مصنع شوكولاتة في العالم، ويلي صنع العديد من الشوكولاتة العظيمة، وفي منها اللي بتطلع عصافير في بقك، آيس كريم الشوكولاتة اللي مش بيدوب. لا وكمان بنى الحاكم أفريقي قصر من الشوكولاتة، مصنع ويلي هو أكتر مصنع غامض في العالم، مفيش عمال بتدخل وتخرج منه، كل اللي بيعملوه تصنيع الشوكولاتة وتصديرها بداخل البلاد والعالم. غير ويلي مفيش حد تاني دخل المصنع حتى لو كان عامل ماهر، برضه ما يقدرش يعمل أي حاجة زي ما هو عايز. في يوم ويلي أعلن في العالم إنه هيدعو 5 أطفال للمصنع عنده، وفي واحد منهم هيكسب جايزة بطاقات دخول المصنع متعانة جوه الشوكولاتة وتم إرسالها للعالم، واللي هيحصل عليهم هيدخل المصنع. بعد ما الناس عرفت الخبر ده أطفال العالم كلهم اتحمسوا، تشارلي برضو مش استثناء يعني، لكن تشارلي فقير مش هيقدر يعمل حاجة غير إنه يتفرج على البطايق وهي بتتباع. أول بطاقة اكتشفها طفل اسمه جلوب، وهوايته الوحيدة هي الأكل، كل يوم لازم ياكل شوكولاتة كتير، وهو بياكل الشوكولاتة حس بحاجة اتحشرت في سنانه، ولما طلعها وبص لقاها بطاقة دخول المصنع. تاني بطاقة لقتها طفلة غنية، البنت عايزة البطاقة علشان كده أبوها اشترى ليها كل الشوكولاتة اللي في السوق، وأجر 500 عاملة يدوروا لها على البطايق بلا توقف، وأخيرا بعد شهر لقيوها. أبو البنت قال بغض النظر عن أي حاجة بنت عايزاها لازم أجيبها، الأب مؤمن إن مفيش حاجة الفلوس ما تعرفش تشتريها. التالتة بنت قوية ومتينة، البنت دي فكها جامد شوية، واخدة الأولى في مسابقة مضغ العلك في العالم. أم البنت علمتها الناس عايشة علشان تاخد الأولى في كل حاجة، بغض النظر عن إيه اللي بتعمله لازم تكون الأول فيه دايما، ما عندهاش أي اهتمام بالشوكولاتة بس هي نفسها في الجايزة الكبيرة. الرابعة لقاها طفل عبقري، الولد عقله بيفوق الإنسان العادي وبيعبد العلم واعتمد على العلم في تحديد مكان وجود البطاقات. الولد العبقري بيؤمن إن مفيش حاجة أغلى من العلم، مفيش مشكلة العلم ما بيحلهاش. تشارلي بيبص وهو بيحسدهم على البطايق، تشارلي بيموت في الشوكولاتة إلا إن مفيش فرصة ليه خالص، لكن لما عرفوا هو بيفكر في إيه جابوا له واحدة في عيد ميلاده. في الوقت ده ما كانش فاضل إلا بطاقة واحدة، تشارلي فتحها بحذر وببطء، والعيلة كلها موقفة نفسها وبتبص، هل تشارلي هيكون المحظوظ الأخير؟ في اللحظة دي العيلة كلها كانت بتبص لتشارلي، تشارلي بيفتحها وما لقاش بطاقة جواها. العيلة كلها خدت بالها من خيبة أمله، ماما وسته على الأقل لسه معاك شوكولاتة. تشارلي بص للعيلة وقسم عليهم الشوكولاتة، والبيت أصبح مليان برائحة الشوكولاتة. وفي يوم تشارلي لقى 10 دولار على الأرض فأخدها بفرح وراح اشترى شوكولاتة، وعلى غير المتوقع تشارلي لقى الجايزة، فتح الشوكولاتة ولقى فيها آخر بطاقة في العالم. تشارلي روح للبيت بكل فرح والعائلة كلها فرحت علشانه، لكن تشارلي هدي كده وقال لهم أنا مش عايز أروح المصنع، السبب هو إن بابا خسر شغله، وبكده العيلة خسرت مصدر رزقها، حتى ما بقوش قادرين ياكلوا 3 وجبات زي الناس. لو بعنا البطاقة العيلة ممكن تقضي حياة طرف وسعادة، لكن العيلة قالت له العالم فيه عدد لا نهائي من الفلوس ولكن ما فيهوش إلا البطاقة دي، مستعدين يخسروا فرصة السرقة علشان يحققوا حلم تشارلي بس. تشارلي راح مع جده للمصنع وجنبه الأطفال التانية، جلوب والبنت الغنية والبنت العنيفة والولد العبقري، وبعد ما عدوا بأغاني مضحكة كده لقوا راجل غريب لابس نظارة جاي. الجد قال لتشارلي بينفعل هو ده ويلي، ويلي رحب بيهم بحرارة وفتح الباب. تشارلي والجد متحمسين جدا لأنهم على مقربة من دخول أكبر مصنع شوكولاتة غامض في العالم، لكن ومحدش واخد باله ويلي ضحك ضحكة عجيبة، سر ايه بالضبط مستخبي في المصنع ده؟ بعد ما دخلوا كلهم انذهلوا، ده فعلا عالم الشوكولاتة، كل النباتات معمولة من شوكولاتة، حتى الطينة شوكولاتة،
كل اللي في الأنهار كريمة شوكولاتة. ده بجد عالم أطفال، واللي قال بكل فقر كل حاجة هنا بتتاكل، مرحب بيكم تتزوقوا. لما جلوب سمع كلامه بدأ يجري وياكل ويبوظ النباتات، أي حاجة بيمسكها بياكلها. لا وكمان بيقول مش كفاية، فدخل على النهر بقى، وقع بالغلط واتغرق شوكولاتة فخرجوه. وسبب خروجه كان الجشع، الجشع خلاه يفقد عقله، وبسبب غبائه خسر فرصة انه يشوف المصنع. في القسم ده بدأوا يصنعوا لبان جديد، ولي قال لهم بفخر كل البانة فيها 3 أطعمة. البنت العنيفة اتحمست لأنها الأولى في المضغ على العالم، دلوقتي هتبقى الأولى في أكل اللبانة دي. ولي قال اللبانة لسه ما اتصنعتش على أكمل وجه، لو أكلتيها دلوقتي ممكن يحصل مشكلة. البنت قالت ده أنا الأولى في مضغ اللبان. أكلتها وبسرعة جسم البنت بدأ يتأثر واتقلبت لكائن ضخم، فخسرت الأحقية في الاستمرار. سبب خروجها هو التكبر، التكبر خلاها عمياء وتجهلت الأهم من الفوز. ما تبقاش إلا 3 أطفال مكملين، دخلوا قسم البندق. هنا في مجموعة سناجب متدربة على تقشير البندق فقط. ويلي قال لهم السناجب بتقدر تفرق بين البندق الحلو والوحش، فتقدر تنتج أجود أنواع شوكولاتة البندق. البنت لما شافت السناجب، البنت اتحمست جدا عايزة سنجاب، فقالت له اشتريهولي، لكن ويلي رفض يبيعه. البنت العنيدة اتعصبت فقررت تروح تجيبه بنفسها. السناجب ما قابلتش البشر قبل كده، ففكروها بندقة عملاقة بيضة فرموها في مكان الزبالة. مشكلة البنت الغنية العند، دلع الأب هو اللي خلاها كده وخلاها تفتكر إنها ممكن تحصل على كل شيء. دلوقتي ما تبقاش إلا العبقري وتشارلي، باين قوي إن المركز الأول بيتراوح ما بينهم. ويلي أخدهم للمحطة الأخيرة، غرفة تلفزيون عالية التقنية. فيه هنا جهاز إرسال عجيب ممكن عن طريقه يبعتوا الشوكولاتة، وبكده العبقري ما قدرش يمسك نفسه وبصوت عالي لام ويلي وقال له انت اخترعت جهاز زي ده ومش بتستخدمه الا عشان الشوكولاتة، انفعاله تم ارساله للجهاز وحولوه لقزم وحطوه في التلفزيون، وبكده مش هيكمل، فبقى تشارلي هو المحظوظ الاخير. ويلي قال انت الفايز وهتورث المصنع كله، لكن لسه ما استناهمش يفرحوا، قال لهم التمن هو انك تسيب اهلك وتقيم هنا. تشارلي رفض وقال له سبب حبي للشوكولاتة هو اني اقدر اشاركها مع اهلي، المصنع فاخر وكبير، لكن لو مفيش عيلة معايا يبقى مش هيكون احسن من اني اعيش في البيت المعفن. ويلي مش قادر يفهم لانه محسش باحساس وجود عيلة حواليه قبل كده، ابوه طبيب اسنان وما كانش بيخليه ياكل شوكولاتة نهائي لانه ممكن يسبب تسوس في الاسنان. لما ويلي كبر ساب البيت واشتغل في مجال الحلويات وبقى من افضل صانع الشوكولاتة في العالم. تشارلي اكتشف على الرغم ان ويلي نجح لكن هو مستعيد نهائي، فرافق ويلي علشان يقابل ابوه. الاب ما تعرفش على ويلي، فكروا مريض جاي يكشف، بدأ يكشف عليه بجدية واكتشف ان اسنانه صحية جدا. تشارلي اكتشف انه متعلق في عيادة الاب، كل اخبار الصحف عن نجاح ويلي حتى لو كان خبر بسيط وتافه برضه احتفظ بيه. سنين طويلة مرت والحقيقة الأب ندم، كل يوم كان بيفكر في ابنه. ويلي بص لأبوه واتعرف عليه وحضنوا بعض من غير صوت. آخر القصة كان إن تشارلي اتنقل في المصنع مع أهله وعاشوا مع ويلي. ويلي حصل على لطف ومحبة العائلة، ومن ساعتها بقى عنده حب العيلة غير إن عنده شوكولاتة. قصة تشارلي والمصنع هي قصة أطفال مشهورة واتقرت آلاف المرات. كان جورج هو اللي بيدير الفيلم واستخدم أعلى التقنيات فيه وأظهر عالم الشوكولاتة على أحسن وجه، وبقى حلم كل الأطفال المثير للاهتمام هو السناجب. خدت من الإنتاج 6 شهور وفعلا دربوا سناجب حقيقية. ويلي أظهر مهاراته في التمثيل وتقمص الشخصية بمهارة لو أنا ما قلتش هتقدر برضو تتخيل. ويلي اللي تحسه عجيب في الفيلم كان مثل إدوارد سيكسو هانز وملك القراصنة وساحر الظلام جريندلفالد. اسمي لولو، هو ده تلخيصي الـ11. تابعني وانا هاخدك للجديد وتجرب معايا كل جديد.